خلاص هو أخذ قراره، والدور الآن على الهاني سليمان في مواجهة عبد الكبير ولا مين ده، مروان. عبد الكبير هو اللي كان ماسك، كان فقط يعني كان دوره انه يمسك الكرة لمروان محسن في الآخر. مروان هو اللي هيشوط. مروان محسن شوف الهاني سليمان بيقول له ثواني يا كابتن، انت مش حسبت البلن، ثواني بقى. عايز ايه بقى الهاني سليمان؟ بيقول الكوره مش على نقطه الجزاء، مش على نقطه البنالتي، انت مش خلاص عملت دماغك وحسبت البلن. ادي الهاني سليمان. مرام محسن صاحب الخمس اهداف والاربعه اسيست. الهاني سليمان بيحاول يأثر على مروان محسن. مروان طبعا لاعب دولي كبير ولعب مباريات، لعب كاس عالم. واعصابه قوي ما بيتأثرش بالحاجات دي. هنشوف مروان محسن ياخد القرار. مروان محسن في مواجهة الهاني سليمان. مروان يا ولد، الهاني سليمان في زاوية والكورة في زاوية، والهاني سليمان يشوط الكورة تخبط في مروان محسن وراح له يعتذر له، ومشكلة بلا داعي. هو الحقيقة مش قاصد، لكن يعني مش عايزين